بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كيف ما وعدتكم غنديروا التصحيح ديال الامتحان الجهوي جهة الدار البيضاء اصطاد دورة يوليوز 2024 اللي دوزوا التلاميذ بالأمس. غادي نديروا التصحيح ديالو إن شاء الله باش تشوفوا التصحيح. أغلبية كيبغي يشوف التصحيح ويشوف الإجابات ديالو واش صحيحة ولا خطأ. حنا كنتمناو كل شيء يكون صحيح، وفي نفس الوقت يبقى هذا كنموذج بالنسبه للوليدات 2025 فما فوق اللي غادي نستافدوا منه باذن الله. دونك الامتحان هو هذا، سواء الخيار عربي ولا خيار فرنسي، راه عندكم نفس الامتحان، نفس المعادلات، نفس الندمه، نفس المساله، نفس التمارين، غير كتبقى الترجمه من العربيه للفرنسيه. لو غادي نحاولوا نجاوبوا ان شاء الله خيار فرنسي، وفي نفس الوقت غنعطيكم حتى الاجابه بالعربيه، راه اصلا كنشرح بالعربيه. دونك ليكزارسيس 1 كيسيون الاولى، ريزودغ ليكواسيون سويفون، تحل المعادله التاليه. هذه المعادله اللي عندكم خيار عربي نفسها عندكم خيار فرنسي. دونك حنا غنحلوا هذه المعادله. دونك اون 3 اكس بلس 2 ايغال اكس موانز. دونك راه دائما كيف ما كنقول لكم كيتحط لكم معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، يعني عندها حل واحد، وبعد كتحط لكم معادله اللي كيكون عندها جوج ديال الحلول، وكتكون عندكم متراجعه. دونك غنبداو حنا بهاد المعادله الاولى. دونك سي فادير، يعني هنا عندي 3 اكس، غنجمع الحلول المجاهيل في الطرف الاول اللي زانكوني. عندي 3 اكس، اكس غنحولها غتولي موان اكس، موان اكس اذا هنا غتبقى لنا موان زا بليس ا غتولي موان دو، بليس دو غتولي موان دو. دونك 3 اكس موان اكس غتعطينا 2 اكس ايكال موان زا موان دو غتعطينا موان 3. واضح؟ دونك الا بغيت اكس في هاد الحالة شنو غندير؟ غنشد هاد العدد ناقص 3 نقسمو على جوج، دونك موان 3 سير 2. دونك اكس ايكال موان 3 سير 2. دونك لي سوليسيون او بيان لا سوليسيون، عندنا حل واحد، لا سوليسيون دو cette équation et moins 3 sur 2. هذا هو الحل ديال هاد المتراجعه المعادله. تلفوا لنا الارقام. ندوزو للكيستيون 2، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عندنا فيه ريزودغ ليكواسيون سيفون، تحل المتراجعه التاليه. دونك المتراجعه اللي عندنا 4x plus 2 inférieur ou égal 7x moins 1. دونك دائما كيف ما كنوصيتكم رد البال، لا تمشي تغلط في شيء، راه تقدر تغلط هنا 4x بلاص ناقص 1 تكتب زائد 1، مشى لك كل شيء خطا. دونك هاد الشيء دابا ما بقاش لكم نتوما، ولا التلاميذ اللي غيجيو من وراكم ان شاء الله هما اللي غاديين يشوفوا هاد النصائح. دونك هنا نتوما ما تبخلوش عليهم بالنصائح ديالكم في لي كومونتير، شنو هما الحوايج اللي ما رديتوش ليهم البال، شنو الحوايج اللي تصيدتو فيهم باش حتى هما ما يتصيدوش ان شاء الله. دونك هنا غادي نخلي 4x 7x غنحولها تولي موان 7x، هنا عندي موان زا بليس 2 غتولي موان 2. دونك 4x موان 7x غتعطينا موان 3x موان زا موان 2 موان 3. دونك الا بغيت اكس هنا شنو غندير؟ نفس الشيء في المعادلات، كنشد دائما هاد العدد اللي عندي في الطرف الثاني نقسمو على المعامل اكس اللي هو موان 3. ولكن هنا عندي موان 3 ان نومبر نيجاتيف، عدد سالب. دونك الا كان عدد سالب كنقلب هذا الرمز، صغر من او يساوي غتولي اكبر من او يساوي. علاش؟ حيت انا قسمت على عدد سالب، لو كان عدد موجب ما نغير حتى شي حاجه. دونك هنا اكس سيبيريور و ايكال موان 3 سير موان 3، هنا اي عدد على نفسه راه يعطينا واحد. دونك لي سوليسيون سون تو لي نوم ريال سيبيريور و ايكال و ايكوا 1. دونك الحلول هي جميع الاعداد اكبر من او تساوي واحد. دونك لي سوليسيون سون تو لي نوم جميع الاعداد تولي نومبريال جميع الاعداد الحقيقيه، نكتب الرمز سيبيريور او ايكو الاكبر من او تساوي واحد.
واضح واضح جدا. دوزو الكيستيون 3. عندنا ا فيريفي كو 2x كاري بلس x موانز ا ايغال 2x موانز ا فاكتور دو x بلس ا. تحقق ان جوج x اسيد 2 زائد x ناقص 1 راك تساوي جوج x ناقص 1 عامل لي x زائد 1. دونك اسهل طريقه هي نشد هذا العدد هذا الاكسبرسيون هذا التعبير اللي عندي ندير له النشر ونوصل هنا. اما ندير النشر ونوصل لهذه ولا ندير التعمير ونوصل لهذه. التعمير غادي يكون صعيب شويه دونك احسن حاجه هي ندير النشر نبدا بالثانيه ونوصل الاولى. دونك ندير هنا 2x موان ز فاكتور دو x بلس ا ايغال نغنشر جوج x في x هي جوج x كاري بلس 2x فوا ا هي 2x موان ز فوا x موان x moins 1 fois a, il y a moins 1. Donc, 2x carré, il y a. On dit juge x, n'a pas x, il y a 0 et x. Juge n'a pas 1, il y a 1. N'a pas 1. Et dans le fait, il y a juge x carré, 0 et x n'a pas 1, il y a le prix n'a pas 1. Deuxième question B. On a résoudre l'équation suivante. 2x carré plus x égale 1. Il y a le mot à l'a, il y a le mot à l'a. دونك المعادلة اللي عندنا هي 2x كاري بلس أ إيكال إيكال أ. دونك لاحظوا هنا عندي جوج x كاري زائد زائد x عفوا جوج x كاري زائد x كتساوي واحد. هنا عندي جوج x كاري زائد x ناقص واحد. دونك هاد واحد غنحولو للطرف الأول غيولي ناقص واحد وتولي عندي نفس التعبير اللي عندي هنا. دونك يعني 2x كاري بليس إكس هاد واحد إلا حولتو غيولي ناقص واحد. هنا مبقى لنا والو يعني بقى لنا صفر. غتولي عندي هادي جوج إكس كاري زائد إكس ناقص واحد كتساوي صفر. هادي معادلة من الدرجة التانية عندي فيها أس إثنان. دونك غادي تحتاج التعميل وحنا ديجا درنا التعميل في السؤال أ. هاهو التعميل ديال جوج إكس أس إثنان زائد إكس ناقص واحد راه هو جوج إكس ناقص واحد عامل لي إكس زائد واحد. دونك هادي غنعوضها بهادي دونك غتولي عندي جوج إكس ناقص واحد عامل لي x زائد واحد كتساوي صفر. وهنا عندي ايكواسيون برومينيل المعادله اللي كيكون عندها جداء ديال حدين كيساوي صفر. دونك كنقول اما هذه كتساوي صفر ولا هذه كتساوي صفر. باش يكون جداء عددين كيساوي صفر خص واحد فيهم يكون كيساوي صفر ولا بجوج. دونك كندير دونك سوا 2x موان 1 ايكال 0 و x بلس 1 ايكال 0. دونك هنا عندي 2x إيكال موان زا غتولي بليس أ أو x إيكال بليس أ غتولي موان زا. دونك x إيكال واحد سيرو هنا جوج هاد العدد مقسوم على هذا. هنا راه x إيكال موان زا. دونك عندي جوج الحلول هما ناقص واحد واحد على جوج. دونك لي سوليسيون سون موانز اي انسيرد. حلول هما ناقص واحد واحد على جوج. اذا هذا هو التمرين الاول تمرين في المتناول. شويه هذه ديال لا تحتاج التعميل شويه اللي غلطوا فيها بزاف ولكن نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا مزيان. غادي نخدموا ليكزارسيس اللي عندكم فيه لو سيستيم مع البروبليم النظمه مع المساله. نفس الشيء بالنسبه للخيار العربي نفس النظمه نفس المساله نفس التمارين فقط كتبقى الترجمه. دونك غادي نحاولوا نخدموا هاد التمرين. نبداو بالسؤال الاول ريزو لو سيستيم حل النظمه. دونك النظمه اللي عندنا هي هذه. دونك هنا 3x بلس 2y إيكال 14 وعندنا x بلس 4y إيكال 17. لو كان مادام قال لك غير حل النظمة يعني أنت تطبق القاعدة ولا الطريقة اللي بغيتي تخدم بها خدم بها. واضح؟ لو كان الميثود اللي بغيتي تخدم بها راه غادي تخرج لك نفس النتيجة. لو كان كيبان لي بالنسبة للتعويض سهلة ميثود سبستيتيسيون. دونك غنكتب x أون فونكسيون دو y في ليكواسيون 2. دونك ليكواسيون دو غنخلي x في لو مومبر ا. هنا غادي تولي عندي 17 بلس 4y غتولي موان 4y ناقص 4y. دابا غادي نغومبلاسي x في
في ليكواسيون غادي نعوض اكس في المعادله الاولى، عندي 3 اكس، دونك اكس غنعوضها ب17 ناقص 4 ايكغيك. عاد نكمل المعادله، عندي زائد 2 ايكغيك تساوي 14. واضح؟ لاحظوا كتبت اكس اون فونكسيون دو ايكغيك في ليكواسيون 2، ومن بعد غومبلاسيت اكس في ليكواسيون 1. دونك انا غادي نديفلوبي ونخرج هذه المعادله، ولات عندي معادله عاديه، عندي مجهول واحد. لو كان دي 3 فوا 7 بين 21 لو ريست 2، 3 فوا 1 3 اي 2 5، دونك موان 3 فوا 4 12 بلس 2 زي كريب ايكال 14. دونك اكس ايكال 17 موان 4 ايكغيك. هذه المعادله الثانيه نبقى نكتبها حتى الاخر باش نلقى ايكغيك في المعادله الاولى، نعوضها في المعادله الثانيه باش نلقى لا فالور دو اكس. دونك هنا عندي ناقص 12 زائد 2 هي ناقص 10 ايكغيك، عندنا 14 51 غتولي ناقص 51. هنا نبقى نكتبها هذه، بغيت نبقى نكتبها ما نبقاش نكتبها حتى الاخر، نمشي نخرج غير هذه المعادله حتى الاخر ونرجع ليها. دونك هنا عندي ناقص 10 نخليها، وهنا عندي 14 ناقص 51، دونك عندنا ناقص وندير 51 ناقص 14، 11 ناقص 4 7، وتبقى لنا هنا 4 ناقص 1 3، دونك ناقص 37. هنا نخلي 17 ناقص 4 إيكغيك. دونك هنا إلا بغيت إيكغيك غندير ناقص 37 على ناقص 10، دونك إكس نخليها 17 ناقص 4 إيكغيك. دونك y تساوي هنا ناقص 37 على 10، دونك ناقص على ناقص تخرج لنا زائد، السالب على السالب يعطينا موجب، 37 على 10 راه هي 3.7. بغيتي تخليها 37 على 10 راه ماشي مشكل، واخا تخليها على شكل كسر بحال بحال. هنا عندي x تساوي 17 ناقص 4 y. دابا غنعوض y بهاد القيمة 4 في 3.7، واضح؟ Y غنعوضها ب 3.7، هاد المعادلة فيها شوية هاد الفاصلة، الأغلبية غادي يشك، كيف ما شكيت حتى أنا في الإجابة واش صحيحة ولا خاطئة، ولكن صحيحة دونك خليها كيف ما خرجت لك، غير تأكد من الجواب ديالك وكيف ما خرجت لك، سواء كسر سواء كتبتها بالفاصلة بحال بحال. هنا غندير X تساوي 17 ناقص 4 في 7 28، تبقى جوج، 4 في 3 12 و جوج 12 و جوج هي 14، من الفاصلة برقم واضح. 4 في 7 28، 4 في 3 12 و جوج مزيان. Y كتساوي 3.7، X كتساوي 17 ناقص، دونك هنا عندي بحال هادي 17.0. كاين اللي ما يردش البال لهاد الصفر، حيت فاش غنبغي ندير ما نديرش 7 ناقص 8، ندير 0 ناقص 8 هي جوج. عاد هنا تبقى لي 6 ناقص 4 هي جوج، هنا 1 ناقص 1 راه هي 0، وعندي الفاصلة برقم، دونك عطينا 2.2. واضح؟ دونك هذا هو الحل، ان اكس 2.2 و ايكغيك 3.7. دونك لا سوليسيون لي سيستيم اي لو كوبل، الزوج دائما سبق اكس اللي هي 2.2، ايكغيك 3.7. هذا هو الحل ديال هاد النظام. واضح؟ واضح جدا. ندوز دابا الكيسيون دو اللي عندنا فيها لو سيستيم. دونك اول حاجه نقرا السيستيم مزيان، نحاول نفهمه، ومن بعد عاد نبدا نجاوب. دونك دون زين بولونجري، في واحد المخبزه، حميد اشي 3 مورسو دو بان اي 2 مورسو دو غاتو. دونك هذا حميد شرا 3 ديال لي مورسو ديال 3 ديال الخبز، نقدر نقول 3 الخبزات، و دو مورسو دو كاطو يعني ثلاثة جوج القطع ديال الحلوى، يعني جوج حلوات، واضح؟ دونك شحال شراهم بوغ
14 درهم، شرا ب 14 درهم، دونك شرا 3 ديال الخبز مع جوج ديال الحلوات ب 14 درهم، دون لا ميم بولونجري في نفس المخبزة يعني بنفس الثمن كيقسطو، أمينة أشيل دو مورسو دو بان إي وي مورسو دو كاطو بور 34 درهم، دونك أمينة شرات جوج ديال القطع ديال الخبز و 8 ديال القطع ديال الحلوى بشحال شراتهم ب 34 درهم. دونك لا كيسيون كيلي لو بخي دان مورسو دو بان اي لو بخي دان مورسو دو كاطو. عطيني الثمن ديال قطعة الخبز وعطيني الثمن ديال قطعة واحدة من الحلوى. دونك مسألة سهلة بحال هاد المسائل دائما كنشوفوهم غير في بلاصة قطعة الخبز وقطعة الحلوى، كتلقى مثلا التفاح مع الليمون، كتلقى المهم جوج الحوايج، الكتاب الأول الكتاب الثاني، الصنف الأول الصنف الثاني، النوع الأول النوع الثاني، هادشي كيتعاود. دونك خصك غير تفهم كيفاش تجاوب على المسألة وراه اكيد غادي تجاوب مزيان. دونك اول حاجه خطوه عندنا غنديرو الخطوه الاولى شو ديزان كوني بغيتي تكتبها كتبها، ما بغيتيش تكتبها ما تكتبهاش. دونك كندير هنا في الاول سوا اكس، دونك عندنا لو بري ده المورسو، واش غنعطي دابا عاوتاني خصني نعرف واش نعطي اكس المورسو دو بان ولا المورسو دو كاطو، واش نعطي الثمن ديال قطعة الخبز ولا نعطي الثمن ديال قطعة الحلوى. دونك غادي نرجع عاوتاني للوسخ، قلت لكم دائما وغالبا كيف ما عطاوكم هنا المسألة كتكون متعلقة بالنظمة. دونك هنا لاحظوا عندي 3 اكس بلس 2 زي كريب ايكال 14، عندي 3 مورسو دو بان هي 3 اكس، دو مورسو دو كاطو هي دو زي كغيك ايكال 14، ها هي بالتمام 14، دونك اكس غنعطيها المورسو دو بان، دونك لو بخي دو مورسو دو بان، و ايكغيك غادي نعطيها لو بخي دو مورسو دو كاطو. وهذا ندوز دابا للمرحلة الثانية، ندير فيها لا ميز اون سيستيم، وضع النظمة واضح، دونك وضع المجاهيل وضع النظمة، حنا غادي نخرج النظمة من هاد المسألة. دونك اول الفخاز عندي حامد اشي 3 مورسو دو بان، دونك نكتب هذه، نبدا نكتب هاد الفخاز كامله، ما بغيتش نكتبها راه ماشي مشكل، اغلبيه الاساتذه راه كيتساعدوا في التصحيح. دونك اشي 3 مورسو دو بان et deux morceaux de gâteau. Donc, cet R signifie que la yani, donc à de la phrase, nous pétini. Donc, sera trois morceaux de pain, trois morceaux de pain, t'aina, n'a le prix ou x, donc, t'laisse, j'ai le risque, moi je suis un t'laisse x, voilà. دونك الا شرا مورسو واحد غيشري باكس درهم، شرا جوج جوج اكس درهم، ثلاثة غيشري بثلاثة اكس، و دو مورسو دو كاطو، دونك مورسو دو كاطو البري ديالو هو ايكغيك، دونك جوج غيكون الثمن ديالهم هو جوج ايكغيك، وشحال الطوطال شراهم ب 14 14 درهم، دونك خاصني نزيد هادي بوغ 14 درهم، نشراهم ب 14 درهم، هي هادي 14 درهم، دونك هادي هي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية غتكلف لينا بها أمينة، دونك أمينة شنو شرات؟ دونك أشي دو مورسو، نديرو غير دو مورسو دو بان، إي un morceau de gâteau
pour 34 دقيقة. واضح؟ دونك أمينة شرات جوج ديال لي مورسو دو بان بتمنية، وشرات عاوتاني تمنية ديال لي مورسو دو كاطو بوغ 34 دقيقة. دونك هادي كتعني بيان سينيفي كو دونك دو مورسو دو بان التمن ديالهم هو 2x، وي مورسو دو كاطو التمن ديالهم هو 8y بشحال؟ ب34. دونك هادي هي المعادلة الثانية. دونك المعادلة الأولى ما عندناش فيها مشكل، هي نفسها 3x بليس 2y 14، ولكن الثانية عندي فيها 2x بليس 8y بليس 30 إيكال 34. دونك هنا خصنا نختازلو، غنقسمو هنا على جوج، جوج على جوج عطينا واحد، 8 على جوج عطينا 4، و 34 على جوج كده عطينا 17. واضح؟ دونك غادي نحصلو على لو سيستيم اللي عندنا هو 3x بليس 2y إيكال 14، و 2x بليس 8y إيكال 34. دونك دابا غندوزو للمرحلة الثالثة اللي غنديرو فيها ريزوليسيون دي سيستيم، حل الندمة. دونك الندمة اللي عندنا قلنا هي هادي 3x بليس 2y إيكال 14، وعندنا 2x بليس 8y إيكال 34. دونك هنا قلنا غادي نقسمو على جوج ولا غنضربو في واحد على جوج. نقسم على جوج ولا نضرب في واحد على جوج، غنفس الشيء. باش تمشي جوج مع جوج تبقى إكس، 8 على جوج تبقى 4، 34 على جوج تبقى 17، اللي هي نفس النظمة اللي عندنا في السؤال الأول. دونك غندير يعني دونك المعادلة الأولى قلنا ما عندناش فيها إشكال، والمعادلة الثانية راه غتولي لنا إكس زائد 4 إكراك تساوي 17، حيت قسمنا على جوج. واضح؟ دونك حنا ديجا عندنا الحل ديال هاد الندمة، يعني ما غاديش نحتاج نعاود ندير الندمة. دونك كندير دابخي دابخي لا كيسيون أ، حسب السؤال الأول، أون أ لو كوبل سوليسيون دي سيستيم اي شحال كنا لقينا. دونك دابخي كيسيون، حسب السؤال الاول عندنا الزوج الحل ديال هاد الندمة هو، كنا لقينا 2.2 و 3.7 هو الحل. واضح؟ دونك 2.2 شنو كتمثل؟ كتمثل اكس، و 3.7 شنو كتمثل؟ كتمثل إيكغيك. دونك هذا هو الزوج، دائما كنلقى إكس إيكغيك. و إكس بالنسبة لنا حنا شنو كتمثل؟ إكس هو لو بخي دان مورسو دو با، يعني المورسو دو با التمن ديالو هو 2.2 درهم، و إيكغيك راه هو البخي دان مورسو دو كاطو، يعني المورسو دو كاطو التمن ديالو هو 3.7. دابا نرجعو للمرحلة الأخيرة اللي غندير فيها الغوتوغ أوبلي، عودة للمسألة. دونك غادي نجاوب مباشرة، دونك لو بخي دان مورسو دو كارتو، نبداو ب الخبز دان مورسو دو با اي 2.2 درهم. Et le prix un morceau de carton et 3,7 d'air.
وثمن قطعة الخبز هو 2.2 درهم، وثمن قطعة الحلوى هو 3.7 درهم. دونك هكا كملنا الامتحان، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، تكونوا استفدتوا مزيان. دونك المقصود قطعة واحدة ما نديروش الجمع. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا التمرين مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح بالنسبه للتلاميذ اللي غيجيو من وراكم، ونتمنى انتم اللي خدموا الامتحان اللي دوزوا هذا الامتحان نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا مزيان وتكونوا جاوبتوا الاجابات كلها صحيحه. ليكزارسيس 3 اللي غنشوفوا فيه لي فونكسيون الداله الخطيه والداله التالفيه. دونك ليكزارسيس نيميرو 3 لو بلون ايموني دان روبير اورتونورمي او اي جي. Question 1, soit j'ai la fonction linéaire telle que g de 2 égale 4. Donc, معلم متعامد ممنظم او اي جي، عندنا واحد الداله جي داله خطيه فونكسيون لينيير بحيث جي لي جوج كتساوي 4. Question 1, construire la représentation graphique de la fonction g dans le repère o i g. Donc, هنا مطلوب منا نشئوا التمثيل المبياني ديال هاد الداله جي في معلم متعامد ممنظم. دونك ديجا درت المعلم باش ما نضيعوش فيه الوقت. عندنا لاكس دي زابسيس وعندنا لاكس دي زوردوني، محور الافاصيل محور الاراتيب، وعندنا او او خصها تكون كتساوي او جي. هنا درت نفس الوحده 1 سنتيمتر، وهنا نفس الوحده 1 سنتيمتر. دونك عندنا دي او بيان جي فونكسيون لينيير. دونك كنعرفوا الفونكسيون لينيير راه كتمر من لوريجين، كتمر من اصل المعلم. دونك خصنا فقط نقطة وحيدة باش نرسمو الغوبريزونطاسيون غرافيك ديال جي. حنا ديجا عندنا جي دي دو ايكال كاتر. دونك غندير واحد الطابلو صغير نديرو هنا. دونك عندنا دالة جي نسميو باغ اكزومبل سي دو جي، هو التمثيل ديال دالة جي. دونك اي مستقيم كيلكو سوا كيف ما بغي يكون، باش نرسم واحد المستقيم كيخصوني جوج ديال النقط، واضح؟ اي مستقيم كيف ما بغي يكون. دونك حنا اي نقطه خصنا لابسيس ديالها وخصنا لوردوني ديالها الافصول والارتو. دونك حنا عارفين جي فونكسيون لينيير، دونك غادي تمر من او اللي هو لوريجين لي كوردوني ديالو 0 0، لابسيس ديال او هي 0، لوردوني ديال او هي 0، هو اصل المعلم كيكون 0 0. دونك خصنا نقطه اخرى. حنا عندنا جي دو دو ايكال 4، يعني ليماج ديال جوج بلا فونكسيون جي هي 4. دونك الصورة ديال جوج كيكون هو لابسيس، وربعة كيكون هو لوردوني. دونك كاين واحد النقطة اللي الإحداثيات ديالها جوج ربعة كيمر منها هاد التمثيل المبيعي، نسميوها باغ اكزومبل نسميوها أ، واضح؟ دونك غادي نمشي نمثل هنا أ دو 4. دونك عندنا دو هو لابسيس، فوالا مسطرة. دونك دو 4 غادي نمشي هنا نحط المسطره على جوج، نحاول ندير بيربونديكولير يكون هنا مثل التعامد، ونطلع بربعة. دونك هذه هي 4، وهذه هي النقطة أ، وندير الإنشاء ما بين أ و أو. فوالا هذا هو لا دغوات لي لا غوبريزونطاسيون غرافيك ديال جي نسميو سي دو جي، واضح؟ ندوزو للكيستيون دو. كيستيون بي، ديتيرميني غرافيكمون ليماج دو ان باغ لا فونكسيون جي. دونك هنا مطلوب منا نحدو ليماج ديال واحد غرافيكمون. دونك غادي نمشي نشوف هنا لابسيس واحد، وغادي نحاول ندير الاسقاط او ندير العمودي اللي كيمر من اي اللي هي واحد، وندير التعامد حتى يتقاطع لي مع لا دغوات سي جي. دونك هنا تقريبا غادي تجي في جوج، تقريبا غتجي في جوج. دونك الصورة ديالي واحد هي جوج، واضح؟ دونك غندير غرافيكمون كيسيون بي نجاوب مباشرة. دونك ليماج دو ان نكتبوها كاع، دونك غرافيكمون ليماج دو ان par la fonction g et de الصورة ديال واحد هي 2.
Question C. Déterminer graphiquement le nombre dans l'image par G et moins 2. هنا قلنا العكس. شنو هو العدد اللي الصورة ديالو بالدالة G هو ناقص 2؟ دونك غنمشي دابا ناقص 2 في الأراتيب، يعني ناقص 2 هي هذه، وندير هنا العمودي اللي كيمر من ناقص 2 العمودي على محور الأراتيب، دونك غادي يتقاطع هنا ونطلع الفوق، دونك كتعطينا موانز. دونك الصورة ديال ناقص 1 هي ناقص 2، و لو نومبر دون ليماج موان 2 باغ لا فونكسيون جي اي موان 1. دونك كنجاوبو تاني غرافيكمون سي. لو نومبر دون ليماج باغ جي دون ليماج موان 2 باغ لا فونكسيون جي اي موان 1. العدد اللي الصورة ديالو ناقص 2 بالدالة جي هو ناقص 1. ا بي سي دي. دونك لا كيستيون دي. اكخير جي دو اكس اون فونكسيون دو اكس. هنا مطلوب منا نكتبو الصيغة ديال الدالة جي. دونك فاش غادي نكتبها نستعمل اما هذه ولا هذه، من الاحسن نستعمل اللي عطينا الفوق جي دو ايكال 4. دونك عندنا جي ان فونكسيون لينيير دونك جي دو اكس ايكال ا اكس، اي فونكسيون لينيير كيكونوا سو فورم ا اكس ما كيكونش عندهم بليس بي. دونك الا بغيت ا، دونك الا بغيت ا غنشد جي دو اكس ونقسمها على اكس، جي لي اكس على جي لي اكس على اكس، جي لي اكس غنعوضها بجي لي جوج اللي عندنا هنا، دونك جي 2 على 2، جي لي اكس على اكس، جي لي جوج على جوج، دونك جي لي جوج عندنا هي 4، دونك هي 4 على جوج، 4 على جوج راه هي جوج، دونك أ إيكال 2، دونك لا فورم ديال جي دو إكس إيكال أ هي 2، عطينا 2 إكس. ندوز دابا لكيسيون 2. السؤال الثاني. Donc, soit f la fonction affine telle que f de x égale moins 2x plus 4. A, déterminer l'image de 3 par la fonction f. Donc, on a une fonction affine telle la telle ou phi a. Donc, f de x égale moins 2x plus 4. Donc, l'image دو 3 يعني اف دو 3، يعني غادي نحسب اف لي 3. هذا كيسيون ا، اف دو 3 ايغال دونك اكس عوضنا ب 3، حتى هنا غنعوض اكس ب 3، موان 2 اكس يعني موان 2 فوا اكس يعني فوا 3 بلس 4، دونك اف دو 3 ايغال موان 2 فوا 3 عطينا موان 6 بلس 4، دونك اف دو 3 égale moins 6 plus 4, c'est un a moins 2. Voilà. Donc, question B. Déterminer le nombre dans l'image par f et moins 2. Il y a un nombre qui est sur le diallo n'a pas. Question B. Il y a par exemple, soit x le nombre dans l'image par f dans l'image moins 2 par la fonction f.
ليكون إكس العدد اللي الصورة ديالو ناقص جوج بدالة إف. دونك الصورة ديال إكس هي ناقص جوج إف دو إكس إيكال موان دو، والعدد اللي الصورة ديالو ناقص جوج هو إكس. وغادي نحل هذه المعادلة إف لي إكس، غنعوضها بموان دو إكس بليس كاتر، موان دو إكس بليس كاتر إيكال موان دو، ونحل هذه المعادلة. دونك كنخلي هنا موان دو إكس، هنا عندي موان دو بليس كاتر غتولي موان كاتر. دونك موان دو إكس إيكال موان دو موان كاتر موان سيس. دونك إكس إيكال موان سيس سيغ موان دو. دونك إكس إيكال ناقص على ناقص زائد ستة على جوج تلاتة. دونك العدد هو تلاتة. دونك لو نومبر دون ليماج moins 2 par la fonction f et 3. Donc là, c'est la somme de 3, on va trouver ناقص 2. Somme de 3, ناقص 2 3 ناقص 6 ناقص 6 زائد 4 فعلا ناقص 2. Deuxième question C, construire la représentation graphique de la fonction f dans le repère O I G. Donc هنا طلبوا منا نديروا التمثيل ديال الداله f في نفس المعلم. دونك غنديرو هنا غير طابلو نسميو باغ اكزومبل سي دو اف فوالا. دونك غنديرو واحد طابلو قلنا اي دروات خصنا جوج ديال النقاط، كون نعرف الاوفسور ونعرف الارتوب ديالها. دونك هنا عندنا لقينا في كيستيون ا الصورة ديال ثلاثة هي ناقص جوج، دونك ثلاثة ناقص جوج النقطة الأولى. وفي سؤال بي لقينا الصورة ديال ثلاثة هي ناقص جوج، راه نفس السؤال. دونك نفس الكيسيون عطاو هنايا، هنا قالك حدد الصورة ديال ثلاثة لقيناها ناقص جوج، دابا قالك شناهو العدد اللي الصورة ديالو ناقص جوج، راه هو ثلاثة. نقدرو نستنتجوها من السؤال أ كاع، وكنت السؤال مرديتش البال. الصورة ديال ثلاثة لقيناها ناقص جوج، العدد اللي الصورة ديالو ناقص جوج راه أكيد غيكون هو ثلاثة. دونك اللي حط هاد الإمتحان مردش تا هو البال، خصو يعطي نقاط مختلفة. دونك حنا مكيهمناش، غادي نعطيو نقطة أخرى نسميو هادي، ديجا درنا أ نسميو هادي باغ إكزومبل نقطة أم، ونزيد واحد النقطة أن من عندنا. دونك باش نزيد أي نقطة كنعطي هاديك النقطة كنعطيها واحد الأفصول من عندي، وكنستنتج الأرتوب. احسن اوبسيون اللي نقدر ناخد هو زيرو. دونك غادي نعوض بالصفر، الصوره ديال الصفر راه دائما كتكون هي لوغدوني ا لوريجين، دونك كتكون هي ديك بي هي 4. دونك الصوره ديال الصفر ناقص جوج في الصفر راه صفر، وغتبقى 4. دونك نعطيوها صفر 4 ديال النقطه الثانيه. دونك غنمشي 3 ناقص جوج، 3 هو الاوبسيون، وخصني نهبط بجوج ناقص جوج. دونك هي 3 غنهبط عند ناقص جوج هي هادي. دونك هادي هي النقطة ام، وعندنا صفر ربعة يعني كنتعامل من محور الأراتيب. صفر ربعة هي هادي، هادي هي النقطة ام، واللي هي بيناتهم بين ام و ان باش يعطينا روبريزونطاسيون غرافيك ديال الشيء ديال اف. فوالا دونك هادي سي دو واضح. دونك تقريبا كيتكونو تقاطعو في واحد جوج. نشوف الصورة ديال واحد واش تعطينا جوج، الصورة ديال واحد ناقص جوج في واحد ناقص جوج زائد ربعة تعطينا جوج فعلا. دونك كيتقاطعو في هاد النقطة، مكيهمناش هاد السؤال فقط ملاحظة. دونك هاكا كملنا التمرين، نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان وتكونوا استفدتوا من هاد الشرح والتلامذة اللي دوزوا هاد الامتحان، نتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان. ما تنساوش لايك الفيديو باش يوصلكم باقي التمارين باقي الامتحانات والدروس. دونك ليكزارسيس نيميرو 4 كونسيرنون لي ستاتيستيك، غادي نشوفوا فيه الاحصاء. دونك نفس التمرين كاين اللي داروا خيار عربي هو اللي كاين في خيار فرنسي، فقط كتبقى الترجمة.
Donc le tableau 50 présente le nombre de buts marqués par les joueurs d'une équipe pendant une séance d'entraînement. Donc هذا لو طابلو هذا كيعطينا عدد الاهداف اللي ماركاو اللاعبين في واحد الحصه تدريبيه. واضح؟ دونك هنا عندنا لو نومبر دو بيت، عندنا العدد ديال الاهداف، ونومبر دو جوغ باغ اكزومبل عندنا خمسه ديال اللاعبين ما ماركاو حتى شي بيت، لاعب واحد ماركا بيت واحد، ثلاثه ديال اللاعبين ماركاو جوج البيوت، جوج اللاعبين ماركاو ثلاثه البيوت، ثمانيه ماركاو اربعه، وسته ماركاو خمسه ديال الاهداف. Donc, question A, calculer le nombre de joueurs de cette équipe. Donc, donc le nombre de joueurs, on va mettre l'effectif. L'effectif total, on va mettre 5, 1, 2, 3, 2, 8, 8, 6. Donc, question A. Le nombre. Voilà donc le nombre de joueurs de cette série statistique, pardon, de cette équipe et دونك نجمع عدد اللاعبين كامل، خمسة ديال اللاعبين اللي ما ماركاوش حتى هما غنحسبوهم اللي ماركاو بيت، عندنا واحد زائد ثلاثة زائد جوج زائد ثمانية زائد ستة، ونجمع التوتال. دونك خمسة زائد واحد ستة زائد ثلاثة تسعود زائد جوج حداش زائد ثمانية تسعتاش زائد ستة خمسة وعشرين. عاود دونك ستة وثلاثة تسعود حداش تسعتاش 25. دونك 25 جوغ اللي كاينين، 25 لاعب اللي كاينين في هذه الفرقه. دوزو للكيستيون 2، ديتيرميني لو مود دو سيت ساي ستاتيستيك جيستيفي فوت ريبونس. دونك هنا مطلوب منا لو مود المنوال. دونك لو مود هو الكاركتير اللي عنده لو بلي كرون ايفيكتيف. دونك غادي نشوف لي ايفيكتيف اللي عندي هنا، عندي 5 1 3 2 8 6، دونك 8 هي الكبيرة. غنشوف لا فالور اسوسي اللي هي 4، دونك 4 اي لو مود دو سيت سيري ستاتيستيك. دونك غادي نجاوب لو مود دو سيت سيري ستاتيستيك اي 4 ديال لا جيستيفيكاسيون، كار et là le plus grand effectif n la ou la o akbar akbar hasis le plus grand effectif l'effectif le wa 8 ماشي ضروري نكتبها ولكن من الاحسن نبين جيستيفي. دونك لو مود دو سيت ساي ستاتيستيك منوال ديال هاد المتسلسله الاحصائيه هو 4 لان له اكبر حاسيس 8. Deuxième question 3. Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Donc la moyenne arithmétique, le moyenne de l'hissabi. أسئلة اللي دائما كنا كنشوفوهم في الامتحانات السابقة، دونك غير اللي ما بغاش يجاوب وصافي. نتمنى الناس اللي دوزوا هذا الامتحان يكونوا جاوبوا مزيان، والناس اللي غيدوزوا ان شاء الله في 2025 فما فوق نتمنى انهم يكونوا فهموا هاد التمارين. دونك لا مويا ايتميتيك كنرمزو لها ب ام، ندير ايكال كندير واحد الكسر كبير، كندير شاك افيكتيف فوا لا فالور. دونك 5 فوا 0 بليس 1 فوا 1 بليس 3 فوا 2 بليس 2 فوا 3 8 فوا 4 6 فوا 5. دونك نعاود 5 في 0 1 في 1 3 في 2 2 في 3 8 في 4 6 في 5. تي كامل على ليفيكتيف توتال اللي شفنا في السؤال الاول اللي هو لو نومبر دو جوغ اللي هو 25. ونحسب، دونك غادي نمشي نحسب هنا الفوق. هنا راه تقدروا تستعملوا الكالكيلاتريس نو بروغرامر، راه اوتوريزي يعني مسموح بها. دونك هادي لا لون بروغرامابل، هادي غير سيونتيفيك، وحتى هاديك الصغيرة كاع ديال 5 دراهم راه تلقى ديال غرض، راه غادي تحسب غير 5
في زيرو مع زيرو هادي ديرينها زائد واحد في واحد واحد زائد جوج في ثلاثة ستة، ثلاثة في جوج حتى هي ستة، ثمانية في أربعة 32 وستة في خمسة 30، دونك غتعطينا 75. ولا بأس من الأحسن نعاود هاد الكالكيل هذا حيت الأغلبية كيغلطوا فيه، دونك خمسة في زيرو زيرو ما نحسبهاش، واحد في واحد واحد، ثلاثة في جوج ستة، جوج في ثلاثة ستة، ثمانية في أربعة اللي ما عرفتهاش نكتبها هكا، ثمانية في أربعة 32، ولكن كاين اللي ما حافظش جدول الضرب دونك كتبها، دونك 75. 75 نقسموها على 25 غتعطينا 3، دونك ام ايكال 3، دونك المعدل هو 3، يعني بحال كل لاعب ماركة 3 ديال البيوت، هذا هو المعدل، المعدل ديال الفرقة كاملة ديال اللاعبين كاملين شحال ماركاو من البيت. كيستيون 4، دونك كونستخوير لو دياغرام اون باطون دو سيت سيري ستاتيستيك، دونك هنا لو دياغرام اون باطون هو داك المخطط بالعصي باش كيسميوه بالعربية، المخطط بالعصي هو على هو هذاك هو اللي كيكون الأغلبية في الإحصاء، دونك كيكون عندنا لاكس ديزابسيس ولاكس ديزوردونيك كيكون بحال هكا. أنا كندير التعامد فوالا هنا لاكس ديزابسيس، دونك لاكس ديزابسيس كنديرو فيه الكاركتر ولاكس ديزوردوني كنديرو فيه لي فيكسيو، دونك غادي نشوف الكاركتر اللي عندي، عندي صفر واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، دونك غندير أن سنتيمتر غندير أرقام باينين حتى لخمسة، غندير بيناتهم أن سنتيمتر، دونك زيرو راه هو هذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، دونك صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وعندنا لي فيكتيف عندنا من واحد حتى لتمنية، دونك شوف واش كاين عندي هنا واحد تمنية سنتيمتر، دونك كاينة ندير من واحد حتى لتمنية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 واضح، دونك ندير 0 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك هنا عندنا طابلو هو هذا، دونك عندي 5 0 5 0 دونك 5 0 غادي نمثلوها غير بالنقطة، 5 عندنا 0 عندنا واحد 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 واحد، دونك غنجي عند واحد ونطلع عند واحد، عندنا تلاتة جوج دونك تلاتة هي، غنجي عند تلاتة ونطلع بجوج، كنغلط هاد الخط شوية، عندنا جوج تلاتة دونك غنجي عند جوج ونطلع تلاتة، عندنا 8 4 دونك العكس، عندنا واحد واحد جوج درنا فيها ثلاثة، عندنا ثلاثة درنا فيها جوج، عندنا أربعة غنديرو فيها 8، دونك كنجي عند أربعة ونطلع ب 8، ليفيكتيف ديال 4 هو 8، وعندنا 5 غنطلع ب 6 باردون، دونك 0 5 دونك 0 غنطلع ب 5، ماشي غنمشي غندير هنا راه درت هنا 5 0، دونك 0 ليفيكتيف ديالو هو 5، دونك غنجي عند 0 غنطلع ب 5 هاكا، دونك هنايا واضح، وعندنا 5 6 دونك غنجي عند 5 غنطلع ب 6، عفوا واضح، دونك هذا هو دياغرام اون باطون. هنا عندنا كيف ما قلنا الكاركتر اللي هو لو نومبر دو 8 غنسميوه لو نومبر
انا دوفيت عدد الاهداف، وهنا عندنا لو نومبر دو جوار عدد اللاعبين. واضح؟ دونك هذا هو الدياغرام، نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه اجابه صحيحه، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. دونك ليكزارسيس 5 لي كونسيرنون لي فيكتور اي ترانسلاسيون، نفس التمرين ديال خيار عربي خيار فرنسي، نفس التمرين. دونك سوا ا بي سي ان تريونغل اي تي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون سي. دونك عندنا ا بي سي مثلث، والتي هي الازاحه اللي كتحول ا للسي. Donc, question 1, construire le point E, l'image de B par la translation T. Donc, regardez le mot de l'outillet. مثلث كيف ما بغى يكون. واحد التعليق قال لي واش انا رسمت مثلث قائم الزاويه واش ماشي مشكل؟ اكيد ماشي مشكل كيف ما رسمتي المثلث. دونك عندنا لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون سي باش يجينا الشكل هنا. دونك غندير هنا ا وندير هنا سي. لا ترانسلاسيون يعني اي نقطه لا ترانسلاسيون ديالها غتكون في هذا الاتجاه ا سي، غتكون هنايا. دونك غندير بي هنا وهنا هادي هي بي مثلا. دونك السؤال الأول عندنا ليماج، دونك نهبط شوية هنا ليماج دو بي باغ لا ترانسلاسيون La translation T qui transforme A en C, يعني de vecteur à C. Le vecteur de translation, il y a A. Si je veux que tu aies A en C, il y a de vecteur à C. Donc, je veux que tu aies de la phrase, que tu aies un vecteur de translation lié à C. شنو كتساوي؟ كتساوي بي او. دائما قلت لكم كنبدا بالنقطه اللي الوسط هي الاولى، بي بي او. دونك نقدر من هاد ليغاليتي هادي نرسم النقطة، دونك ا سي ايكال بي او، دونك بي او غتكون هنا. ولا نقدر نزيد ان الكوادريلاتيغ ا سي بي او غنقلبها تولي او بي، ا سي او بي ايتان باراليلوغرام. عندنا تلزام باراليلوغرام، ونجي هنا نصوب باراليلوغرام ديالي ا سي او بي. ا سي او بي دونك ناخذ لا ديستونس ا سي، نحط البيركار على بي. فوالا ناخذ دابا ا بي نحط على سي. فوالا دونك هذه هي النقطة. بلا بأس نرسم هاد الباراليلوغرام اللي عندي هنا. فوالا دونك قالنا ليك سي كيستيون دو كونستخويغ لو بوان اف ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي. دائما نكتب غير هاد لافخاز ونخرج منها ليكاليتي اللي غادي نخدم بيها. دونك عندنا اف ليماج l'image de C par la translation T اللي كتحولنا على C يعني de vecteur AC. شنو كتعني هاد لا فراز؟ دونك سي بادير يعني AC ايغال CF. كنبدا بالنقطة اللي الوسط CF. دونك لاحظوا هنا واش نقدر نقول ان ACF سي ان باراليلوغرام. لاحظوا متجه كتسالي بالسي ومتجهة أخرى كتبدا بالسي. دونك هنا السي غتكون هي الميليو سيغمون AF. دونك AC كتساوي هاهي AC فيكتور AC كتساوي الفيكتور CF، هي الفيكتور CF. دونك AC كتساوي CF يعني السي غتكون منتصف ديال AF، يعني لا ديستونس AC راه كتساوي لا ديستونس CF. واضح؟ دونك هذا كيعني أن السي دونك سي لو ميليو دي سيغمون
A F. صافي، عرفت ان السي هي الميليو ديال ا اف، دونك اف غتكون هنا والسي غتكون الوسط. غنزيد نطول هاد لادغوات ا سي، وغناخد نفس المسافة اللي عندي في ا سي، غنحط على السي وناخد نفس المسافة. واضح المسافة ا سي هي سي اف، دونك هنا غتكون اف. دونك هادي النقطة ا نسيت مكتبتهاش، وهادي اف. هنا راه منتصف هاد المسافة كتساوي هاد المسافة، واضح؟ دونك كاين اللي غيقول لي شحال من واحد كيسولني واش ضروري نكتبو هاد الشي؟ ضروري، بعض الأسئلة ميمكنش تجيني شان تحط هنايا منين جبتي الله أعلم، دونك ضروري دير هاد لي ديمارش هادو، وعلى حساب عاوتاني الأستاذ وكيفاش الطريقة كيفاش كيصحح. كاين اللي كيتساهل في التصحيح، كاين اللي مدرتيش جيستيفيكاسيون درتي الشكل الصحيح غينقص ليك شوية، مثلا السؤال على نص نقطة يقدر يحسب لك غير 0.25. دونك من الاحسن دير هاد لي زيتاب هاد. دونك كيسيون 3 فوالا. دونك كيل ليماج دي بوان اون بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي جيستيفي فوت ريبونس. دونك شنو هي ليماج ديال او بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي؟ دونك اول حاجه خصني نعرف الفيكتور دو ترانسلاسيون هي بي سي، دونك هادي هي الفيكتور ديال بي سي، هي لا ترانسلاسيون فيكتور بي سي هي هادي. دونك ليماج ديال او بي سي غتكون عندي بي سي كتساوي واحد النقطة او، واضح؟ او بي سي كتساوي واحد كتساوي او واحد النقطة. دونك انا قلت لك دونك ندير غير في الوساخ دونك قالنا شنا هي ليماج ديال او باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي، يعني الفيكتور دو ترانسلاسيون هي بي سي. عندنا ليماج ديال او، يعني عندي ليماج ديال او غتكون هي واحد النقطة هنا نسميوها ام ولا اي نقطة، وهنا غتكون او. دونك خصني نلقى واحد ليكاليتي بحال هاكا، بي سي كتساوي او شي نقطة اخرى. باغدون مكنتش كندير ليكم الكاميرا استسمح بالتمرين يكون واضح، فاش كنت كنشرح حيت فاش كنكون كنشرح ما كنديش في الكاميرا فين كتكون، نتمنى تكون كانت كتشد داكشي اللي كنت كنشرح. دونك هادي رديت البال انني ما كنتش هاد الكاميرا. دونك قلنا واحد النقطة ام اللي هي ليماج دو او باغ تي باغ لا تخون واحد ترانسلاسيون تي بخيم، حين تي هي ا سي دونك ديال بي سي متجه بي سي. هذا كيعني ان بي سي كتساوي او ام، كنبدا بالنقطة اللي الوسط او ام. دونك حنا ما عندناش ام بطبيعة الحال، هذه غير باش نشرح لكم كيفاش كنلقاو الجواب. دونك هنا عندي بي سي من خلال الشكل، بي سي راه كتساوي او اف، ولكن خصني نمونطريكي علاش بي سي كتساوي او اف. دونك اف غتكون هي ليماج دو او بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي، ولكن خصني نبين. دونك باش نبين ان بي سي كتساوي او اف، غادي نبين ان بي سي اف او ان باراليلوغرام. دونك حنا ديجا شفنا ان بي او كتساوي ا سي في السؤال الاول، شفنا ا سي كتساوي سي اف في السؤال الثاني. دونك غنستنتجو ان سي اف كتساوي بي او، ولا لقينا ولا استنتجنا ان سي اف كتساوي بي او، يعني سي اف او بي ان باراليلوغرام، وبالتالي بي سي غتساوي او اف، وبالتالي اف هي ليماج ديال او باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفور بي اون سي. دونك غادي ندير اون او، هادو غنعطيهم ديريكت. ا سي كتساوي بي او، ها هي عندنا ا سي كتساوي بي او، يعني ما غاديش نقول علاش حيت عندنا معطى، ولا عندنا معطى ها هي خص تنتجنا هنا. وعندنا كذلك ا سي كتساوي سي اف، ها هي. دونك ناخد غير هاد جوج علاقات، ا سي كتساوي سي اف. دونك ا سي كتساوي بي او، في نفس الوقت ا سي كتساوي سي اف. دونك كنستنتج ان سي اف و بي او حتى هما متساويين، علاش؟ حيت بجوج كيساويو ا سي. دونك بي او ايغال سي اف، غير من هاد ليغاليتي هادي بلا ما نحتاج انني نقول ان بي او اف سي
باراليلوغرام نقدر نستنتج ان بي سي كتساوي او اف. بي النقطه الاولى مع النقطه الاولى، النقطه الثانيه مع النقطه الثانيه، بي سي كتساوي او اف. ولا نزيد ندير استنتاج اخر، دونك سي تادير بي او بي او اف سي est un parallélogramme donc lequel BEFC un parallélogramme donc BC égale EF donc BC égale EF lequel est le vecteur BC égale EF donc La F est l'image de E par la translation qui transforme B en C. Donc, bien, alors, F, l'image de E par la translation qui transforme qui transforme P en C. واضح واضح جدا. اذا هذا هو الاكزرسيس 5 كملناه، نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا صحيح، ونتمنى ان التلاميذ تشتادي يكونوا فهموا مزيان هذا التمرين وتكونوا استفدوا منه. بقاو لنا جوج ديال التمارين ان شاء الله غنحاول نبارطاجي معكم التصحيح ديالهم في اقرب وقت، الاكزرسيس 6 والاكزرسيس 7. دونك حاولوا تخدموهم ونتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش الدعم ديالكم، لايك بارطاج كومونتير باش يطلع الفيديو لوحدين اخرين، وسيرتو الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. الدروس ديال السانكيام راه كاينين، والدروس ديال الثالثه اعدادي راه كاينين كاملين، ومازال غادي نخدمو امتحانات اخرين ان شاء الله اللي علينا كنديروه. حتى نتوما ديروا شويه من اللي عليكم وتهلاو في راسكم. السلام عليكم. اكزرسيس نيميرو 6 اللي غادي نشوفو فيه لو روبير دون لو بلون مع ليكواسيون دين دوات، نفس التمرين بالنسبه للخيار العربي، راه عندكم نفس التمرين. دونك غادي نحاولوا نديروا الاجابه ديالو باذن الله باش تستافدوا من هذا الشرح، وباش يشوفوا التلاميذ اللي دوزوا هذا الامتحان التصحيح ديالو. وسيرتو الاهم حاجه هي التلاميذ اللي غيجيو من بعد ان شاء الله يستافدوا من هذه الشروحات هادو، يعرفوا كيفاش كيتحط الامتحان الجهوي. دونك ليكزرسيس نيميرو 6، Le plan est muni d'un repère orthonormé OIG. On considère les points A, B, C, K, donc chaque point dans les coordonnées de l'A, et la droite D d'équation réduite Y égale moins 2X plus 8. On a la droite, on a une distance D, les mots le mot de la dialo Y, ça on a juste X, Z, Y. Donc question A, montrer que les deux points A et C appartient à la droite D. قلنا بين ان هاد النقط او سي بجوج كينتميو للمستقيم دي. دونك كيسيون ا، دونك عندنا دي معرف بليكواسيون ديالو ايكغيك ايكال موان دوز اكس بليس 8، وعندنا نبداو بسي. دونك الا كانت ا كتنتمي ل كتنتمي لدغواش دي، خصني نلقى ايكغيك ا تساوي ناقص جوج إكس أ زائد 8. كنعرفو ليكواسيون معادلة ديال واحد المستقيم هي اللي كتربط لنا الأفصول ديال النقط اللي كينتميو للمستقيم مع الأرتوب ديالو، يعني الأرتوب ديال أ خصو يساوي ناقص جوج إكس أ زائد 8. واضح؟ دونك غادي ندير إي أونا، غنبدا دابا بهادي موان دو إكس أ بليس 8، وغنشوف واش غتخرج ليا إيكغيك أ ولا لا. وضروري خصها تخرج إيكغيك أ، علاش؟ حيت قالنا مونطخي بين، يعني راه كتنتمي، دونك خصني ضروري نلقى إيكغيك أ. دونك عندنا موان دو فوا إكس أ غادي نعوضها بواحد هو الأفصول ديال أ زائد 8، ونحسب ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج زائد 8، ناقص جوج زائد 8 فعلا 6، وستة هي إيكغيك أ، دونك تساوي إيكغيك أ. دونك حنا انطلقنا من ناقص جوج إكس أ زائد 8، ولقينا فعلا أنها كتساوي إيكغيك أ. دونك غنستنتجو أن أ دو كوردوني أ 6 أبارتيان لا دغواط دي. دونك غادي نديرو دابا بوغ
سي او بوان سي اللي عندنا لي كوردوني ديالها 5 موان 2 دونك اون ا غادي نشوف دابا موان 2 اكس غنعوضها ب اكس سي زائد 8 وخاصها تخرج لنا عاوتاني ايكغيك سي دونك حنا ناقي جوج اكس سي عندنا هي 5 زائد 8 ناقص 2 في 5 هي ناقص 10 زائد 8 هي ناقص 2 وناقص 2 فعلا هي ايكغيك سي نفس الشيء عاوتاني بقينا عندنا ناقص 2 اكس سي زائد 8 فعلا كتساوي ايكغيك سي دونك سي 5 موان 2 ابارتي على دروات دي واضح واضح جدا دوزو دابا لكيسيون دو لان تخاس الى دروات دي انشئ المستقيم دي دونك غادي نديرو ان روبير في الاول قبل ان روبير او كولور نديرو لاكس دي زوردوني نديرو ان سنتيمتر Voilà. Donc les points اللي عندنا عندنا C وعندنا C و A واحد ستة عندنا خمسة ناقص جوج دونك خصنا نخلي ندير هنا ستة هنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة كاينة خمسة كان خصني يكون هنا عندي ستة ندير الوحدة نفس الوحدة ان سنتيمتر باش يكون ان روبير اورتو نورمي معلم متعامد ممنظم تكون عندي هنا نفس التدريجة دونك هنا عندنا لوريجين او هنا لينيتي دي زابسيس اي هنا لينيتي دي زوردوني جي هنا عندنا دو تخوا كات سانك اكسيتيرا هنا لاكس دي زيكس وهنا لاكس دي زيكاي دو تخوا كات سانك سيس هنا عندنا موان زا موان دو موان تخوا موان كات نفس الشيء دونك باش نتراسيو دي عندنا ا كتنتمي لدي سي كتنتمي لدي دونك غنتراسيو ا و سي اللي هي بيناتهم دونك ا عندنا واحد ستة دونك عندنا ا واحد ستة غنشقو ا واحد هي هنا دير بيربونديكولير مع لاكس دي زابسيس اللي كيمر من اي ونحسب الفوق ستة دونك واحد جوج تلت ستة حنا ديجا خدينا واحد سنتيمتر دونك هنا غتكون ستة هذه هي النقطة A وعندنا C 5 موان 2 دونك 5 ها هي 5 وغنهبط بموان 2 غنهبط بناقص 2 بجوج واحد ها جوج دونك هنا عندنا C اللي هي 5 موان 2 غير اللي هي بيناتهم بين A و C غيعطيونا الضغوات D واضح دونك هذا هو المستقيم D عندنا أ كتنتمي لدي سي كتنتمي لدي باش ننشأ مستقيم يكفي أنني ننشأ جوج نقاط اللي كينتميو للمستقيم ندوزو للكيسيون تخوا بلاسي لي دو بوان بي إي كا دونك كيسيون تخوا غادي نديرو كيسيون تخوا غادي ننشأو بي أو كا بي عندنا موان تخوا موان دو دونك عندنا بي موان 3 موان 2 وعندنا ك واحد واحد دونك نشوف في نفس الروبير اللي عندنا هنا محتاجوش نديرو ان اوتر روبير دونك عندنا موان 3 موان 2 دونك موان 3 هو لابسيس هي موان 3 ونهبط ب 2 فوالا هي موان 3 موان 2 هي هادي دونك هنا عندنا النقطة عندنا ك واحد واحد دونك نجي هنا نطلع واحد دونك هذه هي واحد واحد هي ك واضح دونك هنا ندير اونتر بارونتيز فواغ كيسيون ندور السؤال الثاني للانشاء ديال بي و ك فوالا ندوزو للكيسيون 4 ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي دونك هنا مطلوب منا المعادلة ديال المستقيم AB دونك باش ندير المعادلة ديال أي مستقيم كنتبعو الخطوات اللي شفنا دائما في مجموعة من الامتحانات دونك كندير سوا Y إيكال
ام اكس بلس بي ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي. دونك اي مستقيم ليكواسيون ديالو كتكون سو فورم y ايكال ام اكس بلس بي ساشون كو ام هي الكوافيسيون بي لوردوني ا لوريجين. دونك هنا غادي نبداو نحدو ام دونك كالكيلو ام دونك باش نحسبو الكوافيسيون كنطبقو هاد الغولاسيون هاد العلاقة ام ايكال عندنا ا بي دونك كندير ايكغيك بي موان ايكغيك ا ولا ايكغيك ا موان ايكغيك بي بحال بحال غير اللي بديت بها الفوق نبدا بها لتحت بديت بايكغيك بي ضروري نبدا باكس بي لتحت عاد موان اكس ا ونعوض دونك عندنا لي كوردوني ديال بي ايكغيك بي عندنا موان دو و اكس بي عندنا موان 3 هاي موان 2 ايكغيك بي اكس بي موان 3 هنا عندنا ناقص ناقص ايكغيك ا عندنا 6 و اكس ا عندنا 1 ونحسب موان 2 موان 6 موان 8 موان 3 موان 1 موان 4 دونك ناقص على ناقص زائد 8 على 4 هي 2 دونك ام ايكال 2 دونك كتولي عندنا ليكواسيون ديال لا دروات ا بي هي ايكغيك ايكال ام لقيناها 2 اكس بليس بي غنمشيو نحدو دابا بي دونك كالكيلو بي باش نحسبو بي غادي نختارو اما ا ولا بي دونك على حساب الكوردوني اللي عندنا عندنا ا واحد ستة وعندنا بي ناقص تلاتة ناقص جوج دونك نختارو ا سهلة اون ا ان سيس ابارتيان لا دروات اب دونك ا راه كتنتمي لاب دونك الا كتنتمي لاب راه غتحقق لنا هاد ليكواسيون يعني ايكغيك دونك سي باتير ايكغيك ا ايكال دو اكس ا بلس بي دونك ايكغيك ا غنعوضها بسيس دو فوا اكس ا غنعوضها بواحد بلس بي وتولي عندنا هاد ليكواسيون هادي باش نلقى بي دونك عندنا هنا سيس دو فوا ان دو غنحولها تولي موان دو ايكال بي 6 موان 2 غتعطينا 4 دونك بي ايكال 4 دونك ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي اي معادلة المختصة للمستقيم AB هي Y إيكال M لقيناها 2 دونك 2X بلس B اللي لقيناها 4 واضح واضح جدا. دوزو للكيستيون سويفونت كيستيون 5 كالكيلي KA دونك هنا مطلوب منا نحسبو KA نقسم هاد الشيء نظم دونك كيسيون 4 دونك باش نحسبو لا ديستونس ا كا ا سهله دونك لا ديستونس كا ا المسافه دونك باش نحسبو المسافة نطبقو قاعدة دونك باردون كا ا ايكال لا غاسين دو كندير اكس اكس ا موان اكس كا ولا اكس كا واخا نقلبهم هنايا علاش حيت واخا نقلبهم حيت غندير واحد اس اثنان هنا اكس ا موان اكس كا او كاري بليس ايكغيك ا موان ايكغيك كا او كاري ونعوض كا ا ايكال اكس ا عندنا واحد اكس كا واحد ايكغيك ا عندنا سيس
واحد إيكال أن موان زان زيرو، زيرو أو كاري غتبقى لنا زيرو، سيس موان زان هي سانك أو كاري، دونك إيكال سانك أو كاري، دونك زيرو زائد سانك أو كاري غتبقى سانك أو كاري، هادي كا أ، ولا غاسين سانك أو كاري مكتوبة سو فورم غاسين أ كاري، يعني أوسي تاني حيدنا الجدر غتبقى لنا كا أ إيكال سانك. قلنا خمسة واضح واضح جدا. وندوزو للكيسيون سانك، السؤال الخامس، الخامس هو هذا الخامس، لازم السادس، هنا خمسة وهنا ستة، هنا كنا ديجا درنا أربعة هنايا، وهذا السؤال الرابع هو ليكواسيون ديال أبي، خمسة هي لا ديستونس كأ، و ستة ديتيرميني لو كوب دو كوردوني دي بوان، دي بوان أ ميليو دو سيغمون أ سي، دونك أ هو الميليو ديال أ سي، دونك أون أ لو ميليو segment AC donc les coordonnées d'IL E l'abscisse d'IL E ou l'abscisse de A plus l'abscisse de C sert de ou l'ordonnée ou l'ordonnée de A plus l'ordonnée de C sert de donc le kawaid c'est comme ce qu'on a admis ce qu'on a hafdé l'homme en d'ahre qal donc XA on a un mot d'ha ou ahed XC 5 YA 6 ou YC moins 2 moins 2 on dira entre parenthèses certes donc 1 plus 5 on a 6 6 sur 2 on a 3 plus moins il y a moins 6 moins 2 on a 4 4 serveurs, c'est bien 2. Donc 1, 3, 2. Nous avons une question 7. Soit 7. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par A est perpendiculaire à la droite D. Donc on a dit que le modèle est le mustaqim delta, qui est marman A, on a dit que l'on à l'origine. أو بيربونديكيلير على دغوات تي غادي نحدو بها كوفيسيون واضح دونك سيت ندير سوا إيكغاك إيكغال باغ إكزومبل أ إكس بليس بي هي ليكواسيون ريدويت دو لا دغوات دلتا دونك غادي نحسبو أ هو الكوفيسيون سوا سميتو أ سوا سميتو إم راه بحال دونك باش نحدو أ عندنا دلتا بيربونديكيلير مع لا دروات دي دونك كندير أون أ دلتا بيربونديكيلير أفيك لا دروات دي دونك إلا كانو عندنا دو دروات بيربونديكيلير كوفيسيون برودوي ديال لي كوفيسيون ديالهم كيساوي موان زا واضح دونك كوفيسيون ديال دلتا هو ا فوا كوفيسيون ديال تي هو موان دو شحال غيعطينا غيعطينا ناقص واحد واضح دونك الا بغيت ا غتساوي ناقص واحد غنقسمها على ناقص جوج دونك ا إيكال ناقص على ناقص راه هي زائد وتبقى لنا واحد على جوج أك تساوي واحد على جوج دونك ألوغ ليكواسيون ديال لا دغوات دلتا صخا إيكال إيكال دونك ألقيناها واحد على جوج إكس بليس بي غادي نمشيو دابا نحطو بي دونك باش نحطو بي قالنا لا دغوات باسون باغ أ
دونك A كتنتمي واحد ستة، كتنتمي لا دروات دلتا، دونك فهي كتحقق ليكواسيون ديالو، يعني إيكغيك نعوضها بإيكغيك أ إيكال أن سيغ دو إكس نعوضها بإكس أ بليس بي. دونك إيكغيك أ عندنا هي سيس إيكال أن سيغ دو فوا إكس أ اللي هي واحد بليس بي. دونك سيس أن سيغ دو فوا أن هي أن سيغ دو، غنحولها تولي موان زان سيغ دو. غنوحد المقام، دونك جوج نقسم على جوج، ستة راه هي 12 على جوج، هنا على 12 على جوج، ناقص واحد على جوج كتساوي بي، 12 ناقص واحد هي 11 على جوج، بي كتساوي 11 على جوج. ألوغ ليكواسيون ريدويت لدروات دلتا اي ايغريك ايغال ان سير دو اكس بليس بي اللي لقيناها 11 سير دو. واضح؟ واضح جدا. اذا هذا هو التمرين السادس، تمرين زوين بزاف، نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. التلاميذ اللي دوزوا هذا الامتحان نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا مزيان في الامتحان، والتلاميذ اللي مقابلين على الامتحان نتمنى انكم تكونوا فهمتوا التمرين مزيان وتكونوا استفدتوا منه. في الخط ديال الجيومتري دون ليسباس، الهندسه الفضائيه، نفس التمرين خيار عربي هو اللي عندكم خيار فرنسي، نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه مزيان، غنديروا التصحيح ديالو باش تشوفوا الاجابات، وكذلك باش يبقى كنموذج للتلاميذ اللي غيجيو من بعدكم، ان شاء الله يستافدوا من التصحيح ويستافدوا ويعرفوا كيفاش كيتحطوا الامتحانات الجهويه. دونك دون لا فيغور سي كونتر ا بي سي اي ان تريونغل ريكتونغل اون ا، دونك عندنا هذا المثلث ا بي سي ريكتونغل اون ا، قائم الزاويه في النقطه ا. اس ا بي سي اي تي بيراميد دو باز لو تريونغل ا بي سي اي دو هوتور اس ا، tel que AB égale 4 cm, AC 6 cm et SA 6 cm. Donc, on a le pyramide SABC. La qaïda dialo ou le mutallat ABC ou l'ertifa dialo ou SA. Donc, question 1, montrer que le volume de la pyramide SABC est V1 égale 64 cm3. Donc, on a dit le volume de la pyramide SABC. كيستيون 1 اوكي. القاعده باش كنحسبوا الفوليوم ديال البيراميد، كندير اما ندير ان سير 3 هي الاولى نبدا بها، وندير فوا اس دو لا باز ني لا سيرفاس ديال لا باز فوا اش في الارتفاع. واضح؟ دونك ثلث مساحه القاعده في الارتفاع، ولا ندير اس بي فوا اش ونقسم على 3. هاد 3 اما نكتب 1 على 3 في الاول فوا، والضرب ديال واحد على ثلاثة راه هو القسمة على ثلاثة. واضح؟ دونك كاين اللي كيكتبها هكا، كاين اللي كيكتب اس بي فوا اش وكيقسم على ثلاثة، نفس الشيء. دونك في ايكال ان سير تخوا فوا، دونك عندنا لا باز سو فورم دو تريونغل ريكتونغل، دونك لا سيرفاس ديال تريونغل ريكتونغل كندير ا بي فوا ا سي، عندنا تريونغل او ا، دونك لا باز نختار اما لا باز ا بي ولا ا سي. إذا كانت لاباز هي أبير لوطا غيكون هو أسي، والعكس إذا كانت لاباز هي أسي الارتفاع غيكون هو أبي. دونك أبي فوا أسي سير دو، أبي فوا أسي مقسومة على جوج، هذا هو المساحة ديال المثلث، القاعدة في الارتفاع على اثنين مضروبة في أش اللي هي أس أ ارتفاع. ونعوض، دونك عندنا واحد على ثلاثة فوا AB عندنا 4، AC عندنا 6، SA عندنا 6. دونك 1 سير 3 فوا 4 فوا 6 عطينا 24 سير 2 فوا 6. دونك نحسبو 24 على 2 راه هي 12، دونك هي 1 على 3 فوا 12، 12 راه هي إلا ما نتلفكم نكتبها 3 في 4 باش تختزل ب 3، ولكن نبقاو غاديين بشوية بشوية،
بلا ما نتلفكم، دونك 12 على 3 هي 4 في 16، دونك 4 في 6 24 تبقى 2، 4 في 1 4 و2 هي 6، دونك هي 64 واليونيتي هي سنتيمتر كيوب، فعلا هي اللي قالنا بيها. واضح؟ دونك سي بروميير يعني كيسيون دو، عندنا جوج الأسئلة فقط. السؤال الثاني فيه شوية خدمة، قالنا لا بيراميد اس او اف جي، هاد البيراميد هذا اس او اف جي ايت ان ريديكسيون دو لا بيراميد اس ا بي سي، هو تصغير ديال هاد البيراميد الكبير اللي هو اس ا بي سي. دونك ساشون كو لاغ دي تريونغل او اف جي اي 3 سنتيمتر كاري، كالكيلي فيدو لو فوليم دو لا بيراميد اس او اف جي. دونك هنا قالنا بحيث عطاونا لا سيرفاس ديال هاد المثلث او اف جي، وقالوا لنا احسب الفوليم ديال هاد البيراميد هذا اس او اف جي. دونك حنا شنو عطاونا؟ عطاونا المساحه ديال المثلث او اف جي، وحنا عندنا كنعرفوا المساحه ديال ا بي سي. دونك غادي نستنتجو لو رابور دو ريديكسيون، غادي نستنتجو نسبه الصغير، ومن بعد عاد نقدروا نحسبوا الفوليم ديال اس او اف جي. واضح؟ دونك اول حاجه غادي نحطو هي لو رابور دو ريديكسيون. نسبة الصغير، دونك عندنا هنا عندنا في في ان، عندنا في دو، نو غادي نستعملو المساحة ديال المثلث. دونك عندنا اس ديال او اف جي اللي هو المثلث المصغر تساوي ك او كاري فوا مساحة المثلث ا بي سي، المثلث اللي كان عندنا في الاول. واضح؟ هذه هي العلاقة اللي كتربطنا مساحة بمساحة، مساحة القاعدة بمساحة القاعدة، مساحة جديدة كتساوي ك او كاري في المساحة القديمة. دونك إلا بغيت ك ك او كاري غتساوي لنا اس او اف جي، هاد المساحة غنقسمها على هاد ديال اس ا بي سي، هادي راه ك كاري ماشي ك. دونك اس او اف جي راه عطاوها لنا هي 3 على اس ا بي سي، راه هي اللي كنا حسبنا هنا، هاني ا بي فوا ا سي على 2 هي 4 في 6 على 2 هي 24 على 2 هي 12، دونك هي 12. واضح؟ دونك قلنا ا بي في ا سي على 2، ا بي هي 4 و ا سي هي 6 على 2، 4 في 6 هي 24 على 2، دونك هي 3 على 12. دونك حنا باغيين ك، دونك الا بغينا ك غندخلو لا راسين، دونك غتعطينا راسين 3 سي راسين 12. راسين 12 راه هي نكتبوها عاد من بعد نشرح لكم. دونك جذر 3 على جذر 12 هادي ك، عندنا سيدنا نحيدات الجذر بقات لنا ك، وجذر 3 على 12 راه هي جذر 3 على جذر 12. دونك غنختزل شويه، هنا عندنا جذر 3 وجذر 12 راه هي جذر 4 في جذر 3، حين 12 راه هي 3 في 4. هنا غتمشي لنا جذر 3 مع جذر 3، وشنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هنا الفوق 1 حيت مشات جذر 3، هنا غتبقى لنا جذر 4 اللي هي 2، دونك ك تساوي 1 على 2. دابا عاد غادي نحطو كالكيلو في دو، غادي نقدرو دابا نحسبو في دو اللي هي الفوليم ديال اس او اف جي. دونك عندنا في دو كتساوي ك على بويسونس 3 فوا في ان، المساحة ديال هاد الحجم عفوا ديال هاد الهرم الصغير هو نسبة صغير أس 3 في الحجم ديال الهرم المصغر اللي كان عندنا في الأول. دونك في دو إيكال كار، عندنا هي 1 على 2، دونك 1 على 2 اللي حسبناها دابا أس 3 في أن اللي كنا حسبناها لقيناها 64.
Donc V2 égale à la puissance 3. 1, 2 à la puissance 3, 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Fois 64. Donc, V2 égale, donc, 8 centimètres. واضح واضح جدا. إذا هذا هو ليكزارسيسات، أتمنى أنكم تكونوا جاوبتوا صحيح، التلاميذ اللي دوزوا هذا الامتحان، والتلاميذ الجداد نتمنى أنكم فهمتوا التمرين مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. كننصحكم سيرتو التلاميذ الجداد يرجعوا للامتحانات اللي قبل من ديال 2024، ديال 2023، 22، 21 و18، فما تحت هما اللي فيهم أسئلة اللي شاملين فيهم جميع الفقرات، حيت هنا في هذا الامتحان هذا ديال 2024 كاين بعض الفقرات اللي ما عندكمش، بحال ان ما عندكم لا فيثاغورس لا طاليس، دونك وما عندكمش حتى في التمارين اللي قبل شحال من سؤال ناقصينو. دونك كنصحكم ترجعوا للتمارين، حيت الامتحان اللي غيتحط في 2025 غيكون طبق الاصل الامتحانات ديال 2023 ولتحت، 2023 22 21 شويه تو كانوا ناقصين منه شبع الدروس، 20 ما كانش الجهوي مع كورونا، و19 ولتحت كنصحكم ترجعوا ليهم كاملين، حيت منهم من كيتخاضوا التمارين وبحالهم كيتغيروا فقط المعطيات. دونك نتمنى تكونوا كتستافدوا من القناه ديالنا، ما تنساوش تقترحوا على الاصدقاء ديالكم باش يدخلوا حتى هما يستافدوا، بارطاجوا الفيديو اللي كنقوموا بهم، اشتركوا في القناه باش يوصلكم باقي التمارين وباقي الامتحانات والدروس. كاين دروس ديال الثالثه، الدروس ديال الصانكيام يعني العام الجاي، حتى اللي دوزوا الامتحان راه غادي تستافدوا معنا ان شاء الله بدايه من الموسم المقبل بالدروس مجانيه، سواء كان عندك نجمه ستاف في فيسبوك ولا كان عندك اليوتيوب، اكيد غادي تستافد معنا باذن الله. تهلاو في راسكم وما تنساوناش من الدعاء ديالكم، حتى انا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم.